محمد مع المقف أحمد الحاشر العقيب والماحر رادا وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة وفيه أيضا بنبي الملحمة وفي رواية النبي المرحمة طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل والمتوكل النبي الأم والرؤوف الرحيم أي رحم وشاهدا مبشر بشير النذير كذا سراجا صل به منيرا كذا به المزمل المدثر وداعيا لله والمذكر.